أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل وفيها أشقاؤكم العرب وفي مقدمتهم أبناء المملكة العربية السعودية والذين بدورهم يؤازرونكم بالدعاء الصادق. في اليوم الوطني السعودي الحريري يشيد بسياسة الانفتاح والحداثة التي تنتهجها المملكة ويستذكر وقوفها إلى جانب لبنان. لقينا عالم زورة صغير أطفال ونسوان. وفاة طفل في غرق مركب اللاجئين السوريين قبالة شاطئ عكار وإنقاذ العشرات. المقاومة الأحوازية توجه ضربة قاسية للنظام الإيراني وروحاني يأمر قوات الأمن بملاحقة منفذي الهجوم. صباح الخير. دحضا للشائعات التي تطال صحة حاكم مصر في لبنان رياض سلامي، غرد الرئيس سعد الحريري مساء السبت قائلا: لم يبقى أمام المتحاملين على وطننا إلا بث الشائعات الكاذبة حول صحة رياض سلامي، ألتقيه دائما وأكلمه يوميا واتصلت به للتو، صحته حديد والحمد لله. من جهته استغرب سلامي هذه الشائعات نافيا أيضا كل ما يقال عن تقديمه استقالته، وأضاف أن الهدف من ذلك هو زعزعة الوضع النقدي الجيد. وأكد حاكم مصرف لبنان أن استقالته غير واردة على الإطلاق. أحيت سفارة المملكة العربية السعودية اليوم الوطني السعودي باحتفال أقيم في السيسايد في بيروت بحضور الرئيس سعد الحريري وحشد من الشخصيات وكبار المسؤولين في الدولة. التقرير لشرب العبود. اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية أحيته سفارة المملكة في بيروت باحتفال دعا إليه القائم بأعمال السفارة الوزير المفوض وليد البخاري في مجمع سيسايد في بيروت. الاحتفال حضره حشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والعسكرية والدبلوماسية والدينية والأعلامية. تقدمهم الرئيس سعد الحريري وممثلان عن رئيسي الجمهورية ومجلس النواب. إن ثروة لبنان الحقيقية هم أبناؤه الذين انتشروا في أصقاع الأرض فبرزوا أينما حلوا وكانوا مدعاة فخر واعتزاز لبلدهم. وإن الإنسان اللبناني متميز بثقافته وقدرته على تجاوز المحن والصعاب، فهو وريث امتداد لحضارة صدرت أحرف الأبجدية إلى العالم. وأشقاؤكم العرب وفي مقدمتهم أبناء المملكة العربية السعودية والذين بدورهم يؤازرونكم بالدعاء الصادق لتتمكنوا من الانتقال بلبنان إلى بر الأمان والازدهار وتحققوا ما تصبون إليه من أهداف وتطلعات. وهنا لا يفوتني أن أشير إلى أن الجالية اللبنانية في مملكة الخير والعطاء تمكنت من احتلال مكانة استثنائية في الحياة الاجتماعية والعملية السعودية. وكما في كل عام تأكيد سعودي ولبناني على عمق العلاقات التي تربط بيروت بالرياض. هذه العلاقة بين المملكة العربية السعودية ولبنان كانت دائما وثيقة وتتعزز. صحيح أن هناك أحيانا أحداث تحصل من قبل أطراف أو من أشخاص، ولكن مهما كانت هذه الأحداث وهذه التصرفات فإنها على الإطلاق لا تفسد هذه العلاقة الوثيقة التي تربط لبنان واللبنانيين بالمملكة العربية السعودية. تاريخ العلاقات اللبنانية السعودية دائما كانت لمصلحة لبنان واللبنانيين، كل اللبنانيين دون استثناء. من أجمل العلاقات اللي قدر نسجها لبنان بتاريخه الحديث هي العلاقة مع المملكة العربية السعودية، يلي علاقة انبنت على الاحترام المتبادل
والاحترام خصوصيات كل دولة وثقافتها، ولكن على تطوير المساحات المشتركة بين البلدين. نحن بنعرف أنه لابد من علاقات إيجابية بين لبنان وأشقاء العرب، وتحديدا مع المملكة العربية السعودية اللي لها حضور كبير بلبنان. نطمح أنه العلاقات السعودية اللبنانية تستمر بإذن الله بعزم الناس الشرفاء والأوفياء والجميع المخلصين في البلدين، وبإذن الله إلى نمو مضطرد وإلى نماء مزدهر بإذن الله. الحفل اختتم بقطع الجميع لقالب حلوى من وحي المناسبة، كما شهد لوحة فنية تعكس التراث العربي السعودي العريق. وفي اليوم الوطني السعودي توجه الرئيس المكلف سعد الحريري بأحر التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي، متمنيا أن تنعم المملكة قيادة وشعبا بمزيد من التقدم والتطور والرخاء. أشاد الرئيس سعد الحريري بالنهضة الكبيرة والإنجازات التنموية المميزة التي حققتها المملكة العربية السعودية في مختلف الحقول والقطاعات، منوها بسياسة الانفتاح والحداثة التي انتهجتها القيادة السعودية لملاقاة المستقبل وتوفير كل مستلزمات العيش الكريم لأبناء الشعب السعودي. وقال الرئيس الحريري لوكالة الأنباء السعودية لمناسبة العيد الوطني السعودي: لقد استطاعت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان المواءمة بين الاستمرار في توفير مستلزمات سبل النهوض والتقدم واحتياجات الشعب السعودي على كل المستويات. وأضاف: لا شك أن السياسة الحكيمة التي تبعتها قيادة المملكة بالتعاطي مع الأزمات والأحداث التي تعصف بالعديد من الدول العربية منذ سنوات والإجراءات القوية والفاعلة كان لها الأثر الحاسم في مواجهة آفة الإرهاب المدمرة، ناهيك عن التحرك السريع والفاعل للتصدي للمخططات الخبيثة لمواجهة الانقلاب على الشرعية في اليمن الشقيق والقضاء على كل التحركات والأنشطة المدعومة مباشرة من إيران لاستهداف أراضي المملكة السعودية. الرئيس الحريري قال إن الخطط والرؤى الاقتصادية التي اعتمدتها قيادة المملكة لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتنمية المناطق وانفتاحها وأعطاء المرأة حيزا أوسع للمشاركة في الحياة العامة كلها من العوامل الإيجابية المهمة التي تصب في خانة النهوض بالمجتمع والاقتصاد السعوديين نحو الأفضل وتحقيق مستلزمات مواكبة الحداثة بالعالم. وأضاف الرئيس الحريري إن لبنان يستذكر في هذه المناسبة المهمة وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اللبناني ودعمه في كل الأزمات والاعتداءات الإسرائيلية التي تعرض لها طوال العقود الماضية، وقيامها بمد يد المساعدة الكريمة إن كان من خلال احتضان مؤتمر الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية المشؤومة التي عصفت بلبنان أو تقديم الدعم المادي والمعنوي لمواجهة وتخطي آثار وتداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تعرض لها طوال العقود الماضية. على متن قوارب الموت تمنوا الرحيل من لبنان إلى قبرص هربا من الضائقة المعيشية، لكن القدر حال دون ذلك. 39 لاجئا سوريا غرق مركبهم مقابل شاطئ عكار، وقد تمكنت دورية من القوات البحرية التابعة للجيش اللبناني من إنقاذ 38 منهم، في حين قضى طفل في الخامسة من عمره. على متن مراكب الموت يتخذ اللاجئون السوريون قرار خوض رحلة محفوفة بالمخاطر بحثا عن حياة أفضل من أماكن اللجوء. هجرة النازحين غير الشرعية هذه لم تمر على خير، فعلى متن الزورق وأثناء محاولتهم مغادرة لبنان باتجاه قبرص غرقوا في عرض البحر داخل المياه الإقليمية اللبنانية مقابل شاطئ عكار، وقد قضى إثر ذلك الطفل السوري خالد نجمي في الخامسة من عمره وأصيب 4 آخرون. قيادة الجيش مديرية التوجيه أكدت في بيان لها أن المركب كان يقل 39 شخصا من الجنسيات السورية كانوا متوجهين إلى قبرص بطريقة غير شرعية، وقد عملت دورية من القوات البحرية على انتشال جثة الطفل وإنقاذ الباقين، بينما نقل المصابون الأربعة إلى مستشفيات المنطقة بمساعدة الصليب الأحمر اللبناني.
أحد الصيادين روى في مرفأ العبدي تفاصيل الحادث. هلأ إحنا كنا طالعين على الشغل بكير، شي 6:30 طلعنا من هون من العبدي، وإحنا ماشيين لقينا واحد عم يأشر بالماي، واحد عم يسبح عايم لوحده عفليني. عيط لك، رحنا لعنده، قال لي في زورق غرقان وعالم كتير بالبحر. رحنا له لقينا عالم زورق صغير، أطفال ونسوان. حملنا الشباب والنسوان وبرمنا، لقينا فلوكة تاني كمان. من عندنا ملاقي كمان مجموعة تانية محملتين، دقينا للزورق للجيش، وجا الجيش جبناهن على العبدي. هلا بيبقى في قد وحيد، بينزل عليه غطيس من أحمد أمين. بلاقيه على الأم بالزورق، ولد طفل، عمره شي 4-5 سنين، ميت. بيجيبوهن لهون بيسلم تلفون للجيش، بيطلع بيجي زورق الجيش بيحملن كليتن بياخذوهن. قيادة الجيش لا تزال تتابع التحقيق بالموضوع بالتنسيق مع السلطات المختصة، وفي وقت تردد أن أحد المطلوبين الفلسطينيين كان على متن الزورق محاولا الهروب، نفت مصادر عسكرية صحة هذا الخبر بالكامل. أمنيا، قتل المؤهل الأول المتقاعد في الشرطة العسكرية رائف حطيط، وأصيب شقيقه وأحد أقاربه وشخص آخر من آل رمال في إشكال عائلي وقع في بلدة الدوير في النبطية. وقد أوقفت دورية من مكتب مخابرات الجيش مطلق النار، وهو عين حطيط ووالده ألف حطيط. وتتابعون بعد الفاصل. تركيا تدفع بالمزيد من قواتها إلى إدلب. أهلا بكم من جديد. شنت قوات أمن النظام الإيراني حملة مداهمات واسعة في مدينة الأحواز، واعتقلت عشرات الأحوازيين عقب هجوم مسلح استهدف عرضا عسكريا للحرس الثوري وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. إيران التي توعدت برد حاسم وسريع استدعت سفراء هولندا والدنمارك وبريطانيا، متهمة بلدانهم بإيواء جماعات إيرانية معارضة. هجوم نوعي تبنته حركة المقاومة الأحوازية أصاب القيادات الإيرانية بصدمة، وهو ما ظهر جليا من خلال التصريحات المتناقضة للقيادة الإيرانية. الهجوم الذي حصد العشرات بين قتيل وجريح معظمهم من الحرس، واستهدف المنصة التي يتواجد فيها ممثل المرشد علي خامنئي واثنين من كبار قادة الحرس الثوري، إضافة إلى عشرات العسكريين، طرح السؤال هل ما جرى هو بداية مواجهة مفتوحة بين الأحواز والنظام الإيراني؟ إلا أن الأكيد وبعيدا عما جرى، فإن توجيه ضربة بهذا الشكل إلى الحرس الثوري هز بشكل كبير الثقة في قدرته. وبحسب وكالة فارس التابعة للنظام ووسائل إعلام أخرى، فإن إطلاق النار الذي استمر من 10 دقائق إلى نصف ساعة يظهر خللا واختراقا للأمن الإيراني الذي شن حملة اعتقالات في الأحواز. الرئيس الإيراني حسن روحاني أمر قوات الأمن بتحديد هوية المسؤولين عن الهجوم، وتعهد برد ساحق، موجها أوامره بتعبئة إمكانات جميع الأجهزة الأمنية لكشف المهاجمين وارتباطاتهم، مشددا على تحميل حماتهم المسؤولية كما قال. وتحت وقع الصدمة حاول النظام بداية إلصاق العملية بتنظيم داعش، إلا أن مسؤولين آخرين تحدثوا عن المقاومة الأحوازية علنا، بينما قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن أطرافا خارجية تقف وراء الهجوم، إلى أن جاء الرد من المقاومة الوطنية الأحوازية التي أعلنت تبنيها للعملية. وأكد المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز إن عدد القتلى مرشح للارتفاع نظرا لإصابة العشرات. المتحدث باسم الحركة أكد أن تبني داعش لعملية العرض العسكري في الأحواز غير صحيح. يشار إلى أن بيان وكالة أعماق التابعة لداعش ذكر أن الهجوم استهدف عرضا عسكريا تواجد فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني، بينما أكدت جميع الوكالات الإيرانية الرسمية وغير الرسمية أن الرئيس الإيراني كان متواجدا في العاصمة طهران أثناء الهجوم. وفي واشنطن أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن تحقيق السلام في اليمن ممكن إذا توقفت إيران عن دعم قوات الحوثي بالأسلحة والصواريخ التي تطلقها على الأراضي السعودية من الداخل اليمني. وأشار بومبيو إلى أن لا حوار مع إيران إلا بعد أن توقف إطلاق الصواريخ على السعودية وتوقف تسليح حزب الله.
على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عقد اجتماع لوزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران حول سوريا. ما بعد اتفاق سوتشي حول إدلب يجب ضمان هدنة مطلقة والتركيز على التسوية السياسية، هذا ما أكده وزير الخارجية التركي مولود جاوتشوغلو الذي كشف عن اجتماع ثلاثي مرتقب يجمعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف لمناقشة الأزمة السورية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. اجتماع يأتي بعد تلقي النظام الإيراني ضربة سياسية جديدة عقب إبعاده عن اتفاق سوتشي الأخير بين روسيا وتركيا حول إدلب، إبعاد يعبر عن ضعف موقف طهران في معادلات المنطقة، حيث تفاجأت إيران بالاتفاق الذي منع شن هجوم عسكري على إدلب وإيجاد منطقة عازلة في الشمال السوري، الأمر الذي ألغى آمالا كانت عبرت عنها خلال قمة طهران بين الدول الثلاث قبل أسبوعين. الحكومة الإيرانية أعلنت على مضض تأييدها لاتفاق سوتشي رغم إصرارها السابق وتحريضها على إكمال العمليات العسكرية في إدلب، وبينما رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف باتفاق سوتشي واعتبره ناتجا عن دبلوماسية مسؤولة، شنت وسائل إعلام النظام والمحللون المقربون من السلطة هجوما على الاتفاق واعتبروه تهميشا لدور إيران في سوريا. ويرى مراقبون أن روسيا وتركيا تريدان الضغط على إيران للتنازل عن دورها في سوريا مقابل الوقوف معها بوجه الضغوط الأمريكية، وعليه تكون سياسة إيران في سوريا قد فشلت. على الرغم من الاتفاق الروسي التركي للتهدئة في إدلب، واصلت القوات التركية الدفع بوحدات عسكرية إلى المحافظة، وشملت التعزيزات الجديدة عناصر من القوات الخاصة وناقلات جند مدرعة ودبابات معززة بمدافع بعيدة المدى. زيارة مفاجئة لوفد أمني مصري إلى قطاع غزة لإعادة إحياء المصالحة. لتعثر المصالحة الفلسطينية وصل الوفد المصري إلى قطاع غزة في زيارة مفاجئة في محاولة للوصول بالمصالحة الفلسطينية إلى بر الأمان وتقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس وجمعهما على طاولة الحوار لمناقشة ملف المصالحة قبل خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة. في غضون ذلك اشتعلت التصريحات والاتهامات بين الحركتين. فتح اتهمت قيادة حماس بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي والتخلي عن حق العودة، وقالت إن الحركة تبعث رسائل إلى إدارة ترامب وإسرائيل تؤكد فيها قبولها بصفقة القرن على قاعدة دولة في غزة تحت سيطرتها وهدنة طويلة الأمد على حساب قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران وعاصمتها القدس وقضية عودة اللاجئين. وإذ انتقدت فتح حملة حماس المبرمجة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأشارت الحركة إلى أن عباس رفض المقترح الأمريكي الإسرائيلي بشأن ما وصف بصفقة القرن باسم الشعب الفلسطيني، إلا أن قيادات حماس تعمل على إرسال إشارات بالاستعداد لقبولها. حماس ردت وعبر الناطق الرسمي باسمها حازم قاسم، معتبرة أن إعلان الرئيس عباس استعداده لاستئناف المفاوضات حتى بشكل سري يؤكد أن هذه القيادة مصرة على مواصلة الطريقة البائسة في التعامل مع الاحتلال، وأضاف أن إجراء المفاوضات بالسر يدل على أن هناك دائما ما يخفيه عباس وعلى استعداده للتنازل في القضايا الوطنية كما قال. وتتابعون بعد الفاصل. قائد الجيش: ليس هناك خطة أمنية في بعلبك الهرمل، إنما تدابير متواصلة. أهلا بكم من جديد. نعود إلى المحليات. يعقد مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل جلسة تشريعية أبرز ما على جدول أعمالها
اقتراحات قوانين لدعم فوائد القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للإسكان، فما هي أبرز هذه الاقتراحات وما هي حظوظ إقرارها؟ التقرير لمها ظاهر. سترخي أزمة الإسكان لا سيما في الشق المتعلق منها بالقروض على الجلسة التشريعية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. على جدول الأعمال هو البند 16 من أصل 29 بندا. معظم الكتل النيابية عملت طوال الأشهر الماضية في محاولة منها لإيجاد الحل، فكانت اقتراحات متعددة. فهناك اقتراح قانون جمعية دعم الشباب اللبناني لحل أزمة السكن الموقع من النواب قاسم هاشم، ألا عون، سامي فتفة، توني فرنجي وبولات ياكوبيان، والذي ينص على تأمين مبلغ 100 مليار ليرة من موازنة الدولة لدعم فرق الفوائد على قروض الإسكان، واقتراح تكتل لبنان القوي الذي ينص على دعم الدولة بنسبة 5% لكل قرض إسكاني ويمول الدعم من ضريبة الدخل على المصارف. النائب شامل روكوز صاحب الاقتراح يدمج في اقتراحه المؤسسات العسكرية للإسكان. أما اقتراح قانون تكتل الجمهورية القوية فينص على إيجاد مصارف صادر لتمويل دعم فوائد القروض التي تمنحها المؤسسة العامة للإسكان وتحديد المستفيدين من هذه القروض، إضافة إلى تفعيل الرقابة على تطبيق احترام شروط الاستفادة. كتلة المستقبل بدورها قدمت اقتراحا لحل الأزمة. مشروع تيار المستقبل بيتمحور حول هالدعم، حيكون عبر الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية تدعم قروض الإسكان يعني بمبلغ ما بيتجاوز حده الأقصى 5%، وطبعا الدولة اللبنانية بتسدد هيدا الدعم عن طريق إجراء مقاصة، يعني هلا احنا عم نقول مقاصة أو أي يعني إجراء دستوري يسمح بأنه نقتطع قيمة ما يمثل هذا الدعم من ضريبة على المصارف. كذلك عطى القانون للمستأجرين اللي بيخضعوا لأحكام قانون الإيجارات الجديد 2017 كذلك إضافة يعني نسبة 2% زيادة عن 5% أو عن الفائدة اللي حتعطى. بين مشكك بإمكانية الوصول إلى حل للأزمة نظرا للتحديات المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، وآخر متأكد من الوصول إلى حلول الحد الأدنى، يبقى الجواب في عهدة وزير المال. بعتقد أنه في تجاوب أنه لازم نلاقي حل لهالأزمة، واليوم بما أنه المصارف عاجزة عن دعم هذا النوع من القروض، وبما أنه هالأزمة كتير كبيرة، وبالتالي الدولة هي اليوم اللي لازم تأخذ الإجراءات اللازمة لدرء هذه الأزمة. فبالتالي أي طروحات ستطرح خلال الجلسة أكيد لحنا إشعة بكتير إيجابية، لأنه بالنهاية بدنا الوصول إلى حل. في الانتظار، المؤسسة العامة للإسكان جاهزة لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه تحت قبة البرلمان، والشباب اللبناني المثقل أصلا بهمومه أنظاره شاخصة نحو مستقبل أفضل. من مقر محافظة بعلبك، أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون أن ليس هناك خطط أمنية في بعلبك الهرمل، إنما تدابير متواصلة. خلال لقاء موسع عقد في مركز محافظة بعلبك وبحضور محافظها بشير خضر، أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون أن هذه المنطقة ليست خارجة عن القانون. وأشار العماد عون إلى أنه ليس هناك خطة أمنية في بعلبك الهرمل، بل تدابير متواصلة يتم تخفيفها أو زيادتها وفق المعطيات. شهداء اللي سقطوا من منطقة بعلبك الهرمل، عنا بحدود 800 شهيد نحن صايب. هاو سقطوا مش بس بعلبك الهرمل، هاو سقطوا دفاعا عن كل لبنان، وأنا أكيد الأمور رح تتحسن على أحسن، وتصير العالم من غير مناطق تحسدكم. نحن عنا تقريبا 980 شخص عندهم مذكرات توقيف، صرنا تقريبا منطفين سجل 120 شخص، بس نحن ما بنعمل دعايات، مش شغلتنا نطلع على الإعلام، وعدناكم وعم ننفذ، وكتير مشاكل عم نحلها بعلبك. 800 شهيد هي بعلبك التضحية وبعلبك الشرف، ومش مسموح لأي إنسان يخل بأمنه. بدوره شهد المحافظ خضر الجيش على كل التضحيات التي قدمها في كل المراحل، رافضا أن يرتبط اسم هذه المنطقة بالخارجين عن القانون. بقدر أقول أنه هذه زيارة تاريخية
لكونه من وقت إنشاء محافظة بعلبك الهرمل هيدي أول زيارة قائد جيش لمركز محافظة بعلبك الهرمل. طبعا كان في دائما زيارات ميدانية بالمنطقة، ولكن أول زيارة لقائد جيش لمبنى محافظة بعلبك الهرمل، فهذا يوم تاريخي بتاريخ المحافظة الفتية اللي عمرها اليوم صار 4 سنين ونص. وتحدث عدد من رؤساء البلديات شاكرين الجيش على كل الجهود التي قاموا بها للحفاظ على الأمن والاستقرار. ولا يبقى في الختام إلا التذكير بالعناوين. أشقاؤكم العرب وفي مقدمتهم أبناء المملكة العربية السعودية، والذين بدورهم يؤازرونكم بالدعاء الصادق. في اليوم الوطني السعودي الحريري يشيد بسياسة الانفتاح والحداثة التي تنتهجها المملكة ويستذكر وقوفها إلى جانب لبنان. الآن عالم زورة صغير، أطفال ونسوان. وفاة طفل في غرق مركب لاجئين سوريين قبالة شاطئ عكار وإنقاذ العشرات. المقاومة الأحوازية توجه ضربة قاسية للنظام الإيراني، وروحاني يأمر قوات الأمن بملاحقة منفذي الهجوم. ومع العناوين نصل إلى الختام، شكرا لكم.